السلام عليكم أعزائي المشاهدين. الأجواء مستقرة وحارة إلى حارة نسبيا لهذه الليلة مع اعتدال في الرياح الشمالية الغربية، ولكن ابتداء من الغد من متوقع نشاط في الرياح الشمالية الغربية قد تصل سرعتها إلى 45 كيلومتر في الساعة، مثير الغبار على بعض المناطق. إذا نوه مرتادي الطرق السريعة أنهم يديرون بالهم أثناء القيادة. تعرف على تفاصيل أكثر الطقس الحالي على مدينة الكويت. أجواء صافية وحارة مع رياح شمالية غربية سرعتها 8 كيلومتر في الساعة. درجة الحرارة الحالية 42 درجة مئوية. الرطوبة النسبية متدنية نوعا ما 11%. رؤية أفقية جيدة تزيد عن 10 كيلو. صورة الأقمار الصناعية توضح السماء صافية وخالية من السحب، وراح تستمر معانا خلال الأيام القليلة القادمة. ولا تزال بلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي المؤثر على دولة الكويت وأيضا شبه الجزيرة العربية. الليلة أجوانا حارة إلى حارة نسبيا مع رياح شمالية غربية خفيفة على معتدلة سرعة، تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة المتوقعة على المناطق الساحلية متفاوتة ما بين 36 إلى 35 درجة مئوية. بالنسبة للمناطق الغربية سالم الشقاية 34 درجة مئوية. مع بدايات ساعات الصباح الأولى الأجواء الحارة نسبيا مستمرة معانا، مع استمرار الرياح الشمالية الغربية خفيفة إلى معتدلة سرعة، تتراوح سرعتها ما بين 12 إلى 32 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة المتوقعة في الساعة السادسة صباحا في مدينة الكويت 33 درجة مئوية، الأحمدي والخيران 33 و 32 درجة مئوية. باكر الظهر طقس شديد الحرارة مع رياح شمالية غربية نشطة قد تصل سرعتها إلى 45 كيلومتر في الساعة، مثيرة للغبار خاصة على المناطق المكشوفة، وأيضا متوقع انخفاض في الرؤية الأفقية لدى النوه مرتادي الطرق السريعة أنهم يديرون بالهم أثناء القيادة. درجات الحرارة العظمى أعزائي المشاهدين قد تصل إلى 49 درجة مئوية في المطلع وأيضا مدينة الجهراء. بالنسبة للمناطق الساحلية متفاوتة ما بين 45 إلى 46 درجة مئوية. الأجواء البحرية بشكل عام خلال 24 ساعة القادمة غير مناسبة لأي نشاط بحري، وحالة البحر راح تكون خفيفة لو معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاع الموج من 2 إلى 6 أقدام. المد الأول إن شاء الله في الساعة الثانية 10:38 دقيقة صباحا، المد الثاني في الساعة 10:59 دقيقة صباحا، بالنسبة للجزر الأول في الساعة 5:37 دقيقة صباحا، أما بالنسبة للجزر الثاني في الساعة 6:56 دقيقة مساء. المواقيت على حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت، موعد أذان الفجر في الساعة 3:39 دقيقة، شروق الشمس في الساعة 5:08 دقائق، بالنسبة لغروب الشمس في الساعة 6:40 دقيقة. الطقس المتوقع خلال 5 أيام القادمة إن شاء الله في مدينة الكويت، ابتداء من يوم الخميس حتى يوم السبت، طقس شديد الحرارة مع نشاط في الرياح الشمالية الغربية قد تصل سرعتها إلى 45 كيلومتر في الساعة، وأيضا من المتوقع نشاط في الرياح الشمالية الغربية خاصة على المناطق المكشوفة، وأيضا فرصة للغبار على بعض المناطق المكشوفة، ومتوقع انخفاض في الرؤية الأفقية لدى النوه مرتادي الطرق السريعة أنهم يديرون بالهم أثناء القيادة. درجات الحرارة أعزائي المشاهدين في ارتفاع نسبي للعظمى متوقع متفاوتة ما بين 49 إلى 50 درجة مئوية، لذا ننصح شرب كميات كافية من الماء وأيضا تجنب أشعة الشمس المباشرة. بالنسبة للصورة المتفاوتة ما بين 32 إلى 35 درجة مئوية، ابتداء من يوم الأحد حتى يوم الأثنين اعتدال في الرياح الشمالية الغربية خفيفة إلى معتدلة سرعة، تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 35 كيلومتر في الساعة، وأيضا متوقع انخفاض نسبي ابتداء من يوم السبت قد تصل درجة الحرارة العظمى ما بين 49 إلى 48 درجة مئوية. بالنسبة للصغرى متفاوتة ما بين 34 إلى 35 درجة مئوية. أعزائي المشاهدين نشكركم على حسن المتابعة، والآن مع درجات الحرارة حول عاصم العالم.